اضطرابات شديدة للغاية وانهيارات بالجملة. ما الذي يقف وراء عمليات بيع الأسهم العالمية؟ ولماذا تضررت الأسهم اليابانية بشدة؟ وما علاقة التكنولوجيا؟ صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكدت أن الأسواق العالمية شهدت اضطرابات حادة نتيجة تراجع الاقتصادات وقرارات البنوك المركزية وتدهور أسهم التكنولوجيا. وقالت في تقريرها إن موجة من الاضطرابات الشديدة ضربت الأسواق العالمية يوم الاثنين، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن مسار الاقتصاد الأمريكي وسرعة تخلي المتداولين عن الرهانات التي هيمنت هذه السنة. اليابان كانت في قلب العاصفة أواخر الصيف، حيث انخفض مؤشر توبكس بأكثر من 12% في أكبر موجة بيع منذ انهيارات الاثنين الأسود سنة 1987، وامتدت عمليات البيع إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في وول ستريت بأكثر من 2%. وتعد سوق الأسهم اليابانية التي يتم تداولها بنشاط والتي تتعرض بشكل كبير للاقتصاد العالمي أيضاً مكاناً مهماً لتجنب المخاطر عندما تتحول الصناديق العالمية الكبرى إلى وضع الضار. بالتوازي مع ذلك، كانت أسواق الأسهم العالمية حتى وقت قريب في ارتفاع، مدفوعة بالآمال في سيناريو اقتصادي ذهبي واندفاع نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية، مدفوعاً بالحماس لتكنولوجيا الذكاء الصناعي، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في وول ستريت بنحو 20% منذ بداية السنة إلى أعلى مستوى إغلاق قياسي في 16 تموز يوليو. ارتفاع الأسهم هذه السنة أدى إلى جعلها تبدو أكثر تكلفة، وهو عامل كان مصدر قلق مستمر للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقلبات تأتي في بداية آب أغسطس، وهو الوقت الذي يحزم فيه كبار المستثمرين والتجار أمتعتهم لقضاء عطلاتهم الصيفية، ويؤدي هذا الوضع المنخفض السيولة إلى تفاقم التحركات. واشنطن بوست تنقل عن خبراء اقتصاديين ومحللين أن هبوط الأسهم ليس علامة أكيدة على أن الركود قادم، ويرون أنه من السابق لأوانه الشعور بالذعر. ويعتقد الخبراء أن عمليات البيع الحالية هي نتيجة لاضطرار المستثمرين إلى فك تشابك الصفقات المعقدة ذات الرافعات المالية العالية والتي عززت قيم الأسهم بشكل مصطنع. وبحسب الصحيفة، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة قوية، إذ يواصل الأمريكيون الإنفاق وينمو قطاع الخدمات. أما عن دور التكنولوجيا، فقد شكلت أسهم أبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وتسلا 52% من العائدات السنوية، بحيث تتعرض هذه الأسهم حالياً لضغوط، حيث تحول تأثيرها الإيجابي على الأسواق إلى عامل محوري في عمليات البيع.